الله جل وعلا قال لنبييه ورسوليه موسى وهارون عليهم السلام لما أرسلهما إلى فرعون، قال فأتياه فأتياه، ما قالوا به بالشوارع ولا بالأمكنة ولا بالحفلات وسبوه، لا، قال فأتياه فقولا له، له، شوف كلمة له، تقولون لغيره، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا طريق مناصحة ولي أمر المسلمين، هذا مع كافر فكيف مع ولي أمر المسلمين؟ يقول الله في كافر يدعي الربوبية فأتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فكيف بولي أمر المسلمين؟ تقول أنا ما أقدر أروح لمه ولا أقدر أبلغه، طيب ما كلفك الله، يا صرت ما تقدر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تنشر هذه الأخطاء، تقول أنا ما أقدر أصل إليه، وهذا من الأمر بالمعروف، أن هذا هو المنكر نفسه، ما هو هذا نهي عن منكر، هذا هو المنكر نفسه، هذا يفسد ولا يصلح.